كان في طبيب، وطبيب كانوا مسمينه طبيب الغلابة يعني، عثر عليه مقتولا، هل في لغز يتعلق بمقتله؟ تعالوا نشوف التحقيق أولا ثم نعلق عليه. ألف سلامة أو طبيب الغلابة، هكذا تعود أهالي منطقة بشتيل أن يسموه، فقد كان الدكتور أحمد طبيبا معطاء يعالج المئات منهم بأجر رمزي، وربما يصرف لهم العلاج اللازم مجانا. توافد العشرات على عيادته كالمعتاد، لكنه تأخر بشكل غير معتاد قبل أن يكتشفوا مقتله داخل منزله. والدي توفى لأنه مقتول في شقته، وهو أصلا كان عايش لوحده. اتصل عليا الراجل اللي شغال معاه في العيادة وعرفني ان بابا ما جاش لغاية دلوقتي يعني. رحنا على البيت واضطرينا نكسر الشقة ولقيناه مقتول في الشقة. اتمنى بنتمنى نلاقيه عشان عايزين ناخد حقه، لان ده مش حق واحد بس ولا هو بس، ده حق ملايين ملايين غلابة بيقولوا من بعدك هنعمل ايه. اكتشفنا ان هو مقتول في شقته وسارقين اللي في الشقه، حسبي الله ونعم الوكيل، واحنا عايزين حقه. هو ما يستحقش كده، ده دكتور الغلابه كان بيساعد كل الناس وكان خير، ما يستاهلش النهايه دي. لما طلعت لقيت الراجل مرمي على الارض وماسك لبسه وكده، لقيته مرمي كده وعمل كده ومخزوز في رقبته في بطنه هنا. ولما نزلوه خدوا بابايا وخدوا كل الناس. انا اللي موت ما موتش، ما موتوش هو بس اللي موت، موت اللي وراه كله يعني. في ناس كتير قوي مش هتلاقي حد يعالجها بعد الدكتور احمد. لما طلعتوا كده كان في اثار لسرقه او حاجه؟ لا، هو كان في دم في الارض وما الشقه مفتوحه مش مكسوره، مش عارف هو في حاجه غلط. انا مش عارفه هو اتقتل ليه يعني. انا حيرانه، اول ما سمعت اصطدمت. عن نفسي انا ما شفناش منه اي حاجه وحشه، كان كشفه ب 3 جنيه دي الاول، دلوقتي حاليا ب 10 جنيه. انا دكتور كشفه ب 10 جنيه. بتكشفي عنده دايما؟ اخ لينا والله، اب كبير لينا، بيعمل الناس كويس وبيديلهم علاج وكشف 10 جنيه، ومفيش حد بيكشف 10 جنيه، واستاذ كبير وحنين وكويس الله يرحمه. انا عيطت عليه جامد قوي يعني، واستغربنا. ما يستحقش؟ لا طبعا ما يستحقش القتل والله. حزن كتير، حزن كبير والله حزن كبير. نكشف ب10 جنيه واللي شرب مرتين وثلاث، واللي ما معاش بتخش تكشف. اربع شيء قعدت معاهم، اخر جوا اخر احترام، وكان اللي ما يقدرش يعني كان يرجع له الكشف، ما يقدرش يجيب دواء كان بيديله فلوس، وكان الكشف بتاعه رخيص. كنت بشتغل معاه ايام ما كان ب3 جنيه الكشف، ب3. سألتيه مرة ليه مرخص الكشف قوي كده؟ كان بيقولك ايه؟ والله كذا مرة أسأله وقالوا طب خليه أمي 3 دي ب5 بلاش، أنا عشان الغلابة. الناس كلها اتصدمت لما شافوا إن الدكتور أحمد ده حصل معاها كذا، فما كانوش مصدقين. صدقيني ده البلد كلها لو عرفت الراجل اللي عمل فيه كده مش هتخلص. المفروض اللي زي ده يتعدم في ميدان عام. اللي اتأدب وربنا ينتقم منه اللي عمل كده. انتوا مسمينه دكتور الغلابة؟ دكتور الغلابة هو يعني. بصراحة ده عمرك شفت دكتور يعني راجل بقاله كذا سنة لو في حد عيان ياخده على العجلة في دكتور في كده؟ ليه 5 طعنات؟ طعنة في ظهره وطعنة في جنبه وطعنة في زوره. ليه كل ده؟ ليه الغل ده؟ عشان ايه؟ شكيته في حد او حاجة؟ ما حدش الدكتور احمد ملوش عداوة مع حد.